السلام عليكم، فلك عليكم الخوت. كما عودناكم كل مرة جديد، والجديد دياليوم هو مسبح خاص بالنساء حل هنا في مدينة وجدة. مسبح الوازيس، لا ماشي جديد، ديجا كان مسبح الوازيس معروف، ولكن دار ميزاجور زادوا السعر المسبح. على العموم ما نحرقوش مراحل، تفضلوا معايا. سي سامي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سي بسمة. مسبح الوازيس يعني كان معروف مسبح خاص بالرجال. مسبح الوازيس هو أول مسبح في المنطقة الشرقية، كان معروف بالرجال. والعام اللي فات درنا تجربه اخرى ان حلينا مسبح خاص بالنساء، والحمد لله لقينا عليه الاقبال وزدنا هذه السنه كبرناه، ولا فيه 4 د البيسينات، جوج صغار وجوج كبار. بالنسبه للكبار واحد فيه من 100 حتى 180 في الغرق، وفي الغرق واحد فيه من 100 حتى 3 متر. واو، ديال 3 متر فيه دو بلونجوار. واه دو بلونجوار. بالنسبه للفيستير تبارك الله يبان لي هنايا عندكم بزايد. لا بالنسبه للمزايد ديال الفيستير وكاين لي ترونزيت لو رولاكس كلشي يعني وفرناه بالنسبه للبيسين ديال النساء. كاين 6 ديال الفيستير تبارك الله باش يلقاو راحتهم. باش سي وسام اللي كيهمنا هنا هو الثمن، قلنا شحال الثمن الدخله اخويا؟ الثمن كيعرف بيسين وزيز عنده ثمن مناسب، دايرين بالنسبه للدري صغار 40 درهم، بالنسبه للكبار 60 درهم. هذا رجال ميكس ميكس واحد 40 درهم للدري صغار، 60 درهم للكبار. بالنسبه للبيسين بروفام درنا 40 درهم للصغار و80 درهم للكبار. توقيت توقيت العمل توقيت العمل كنحلو من 9 الصبح حتى 6 العشيه. 9 الصبح حتى 6 العشيه. وبالنسبه للممنوعات اللي في البيسين ديال لي فام، بالنسبه للدراري من 7 سنين الفوق ما يمكنش يدخل. 7 سنين الفوق ما يدخلش. واه ما يدخلش لا بيسين ديال بارفام، ما ندخلوش معنا الماكله والمشروبات وصافي. هذا هما اللي والتليفون والكاميرا. الكاميرا هي الاساس، هذيك باينه التصوير وكذا، حيت هذاك بيسين بارفام خص يعني كيجيو تمنسا ياخذوا راحتهم. والحاجه اللي كما قلت هي الممنوعه باينه في هذا البيسين ديال سواء التصوير ولي فيديو، يعني اللي جات ما تخرجش التليفون او الكاميرا من الساك ديالها. يعني كاين مراقبه. واه كاين مراقبه، وكاين واحد الاسباس الداخل تما ليهم كليماتيزي، اللي بغات تدخل تما تستعمل التليفون ديالها ولا تهضر ولا اللي بغات تهضر ولا كاين دايرين واحد القاعه. قاعه كليماتيزي. مزيان تبارك الله، اللي بغات تهضر ولا تدخل ديك القاعه. تبارك الله عليك. الناس ما كتعرفش الموقع ديالو، يدخل جوجل مابس يدير ريشيرش يقيد وازيس كلوب، غادي يخرج فيه ديريكت ويختار الاتجاه اللي بغى يجي منه. وبالنسبه للناس اللي كتعرفوا وديما كتجي ليه، بغيت نبشركم بان الطريق راه زاد عرضوها ريقلوها. على العموم تبارك الله عليكم الخوت، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.